ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، المنهج النبوي الشريف في تربية المسلمين، السنة النبوية وحي الله إلى نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، علمه الله ما لم يكن يعلم، فقال عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. علمه الكتاب والحكمة، وجعله في أرقى ما يكون الإنسان دينا وعلما وخلقا، ومدحه ربنا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأقسم الله بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم بحياة أحد، فقال ربنا عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله أحدا أحب إليه من محمد صلى الله عليه وسلم. كمل الله له الخلق كما كمل له الخلق، وجعله في كمال البشر صلى الله عليه وسلم، فلم يكمل أحد كمال نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب الصحابة ورب المسلمين من بعدهم، وللسنة التي هي الينبوع النبوي والمنطوق النبوي، للسنة مناهج في التربية اقتدى فيها رسول الله بالقرآن. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الله، فما ظنك أيها المسلم بمعلم علمه الله؟ ما ظنك بمعلم علمه الله؟ فما كان محمد يدري الكتاب ولا الإيمان، ولكن الله علمه وقال له: ووجدك ضالا فهدى. لم تكن تدري الإيمان ولا تدري الدين، فعلمه الله الدين وعلمه الإيمان. فخير المعلمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد قالها الصحابة، قالها معاوية بن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم، قال: ما رأيت معلما قبله ولا بعده خيرا منه أو أحسن منه، فوالله ما ضربني ولا نهرني ولا كهرني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتهليل وقراءة القرآن.
ومن جملة مناهج نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام الأمثال، فكما يوجد في القرآن أمثال مضروبة ففي السنة أمثال مضروبة، فأمثال القرآن يعقلها العالمون، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذه أمثال القرآن، مقاييس عقلية مفيدة لمطالب دينية، هي الأمثال، مقاييس عقلية مفيدة لمطالب دينية هي التي تسمى الأمثال. وكما توجد في القرآن توجد في السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن وأوتي مثل القرآن مع القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كما في حديث المقدام بن معد كرب عند أبي داود بسند صحيح ومن طرق متعددة عند أهل الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن وأوتي السنة مع القرآن، إذ هي بيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الأمثال في القرآن، الأمثال في السنة، الأمثال في السنة النبوية هي التي تعنينا في هذه الخطبة اليوم. فقد ضرب النبي الأمثال للصحابة، قال: مثل القائم عند حدود الله والواقع فيها، قال: مثل المؤمنين في توادهم، قال: المؤمن الذي يضرب النبي عليه الصلاة والسلام له المثل ويقول: مثل المؤمن كخامة الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها، والحديث في الصحيحين: مثل المؤمن كخامة الزرع. وهكذا يضرب النبي الأمثال لأنها تقريب المعنى بالمحسوس، تقريب المعنى بالأمور الحسية، هكذا الأمثال تتوخى أن تصل إلى القلوب والنفوس من الطرق، من الطرق المجدية النافعة للعباد. وفي حديث من طريق أبي كبشة الأنصاري أو الأنماري رضي الله عنه عند ابن ماجه وعند الإمام أحمد وعند الترمذي بسند ثابت، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر. النفر هو الواحد، النفر نفران، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، فقال نفر، أربعة نفر، أربعة رجال، أربعة آدميين. مثل هذه الأمة، ضرب النبي المثل لأمة الإسلام، وأنهم أصناف أربعة وأنواع أربعة، يضرب المثل لهم في علاقتهم بالدنيا، في علاقتهم بالمال، هل أحسنوا أم أساءوا، هل قاموا بما أوجب الله أم فرطوا. فمن هم هؤلاء الأربعة الذين ضرب النبي المثل بهم أو لهم أو لنا لنتعظ بهم؟ مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق على ما أراد الله في حقه ينفقه، هذا القسم الأول، آتاه الله المال والعلم لتعلم يا صاحب المال أن المال بحاجة إلى علم، ما مولك الله المال إلا لتتعلم كيف تنفق المال، ليس اكتساب المال عن كثرة العرض وكثرة الأموال
والدور والعقارات، يجب أن توقن أيها المسلم أن المال يحتاج إلى العمل، يحتاج إلى العلم، لأن العلم هو الذي يؤدي إلى العمل، فلا بد لك من العلم. إذا لم تعلم وأنت صاحب المال فأين تنفق المال؟ في أي وجوه ستنفقه؟ هل ستؤدي زكاته كما أمر الله أم لا تؤدي زكاته؟ النفر الأول هو أحسنهم وأرقاهم وأعلاهم، أعطاه الله المال وأعطاه العلم، فهو ينفق المال في حقه ويتقي الله في المال، وليس المال بالنسبة له شحا مطاعا ولا هوى متبعا ولا تكاثرا أبدا، كما كان لقارون أبدا، آتاه الله العلم والمال. الثاني، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مالا كمال فلان لفعلت فيه ولفعلت فيه. أعطاه الله العلم لكن ما عنده مال، ليس عنده المال، قال يا ليت كان عندي، ليت لي كنت غنيا كفلان فأنفق المال فيما أوجب الله وأساعد وأنفق على اليتامى والمعوزين والمحتاجين والمنقطعين، يا ليته كان عندي المال. أعطاه الله العلم ولم يعطه المال. قال عليه الصلاة والسلام فهما، أي الأول والثاني، فهما في الأجر سواء. ما أعطاكش الله المال وأعطاك الله العلم ونويت الخير، أنت مثل الذي عنده المال وينفقه في وجوه الخير، فهما في الأجر سواء. الأول عنده المال والعلم ينفق المال في حقه، الثاني عنده العلم وما عندوش المال، ليس عنده المال، يتمنى أن لو كان عنده المال كصاحبه الأول وينفقه في وجوه الخير. قال عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء. ليس عندك مال وتتمنى أن يكون عندك المال لتنفقه في وجوه الخير وفي حقه، فأنت مثاب ولك الأجر كالأول. هذان صنفان مضروبان من أمثال أمة الإسلام. القسم الثالث، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، عنده المال وما عندهش العلم، فهو يتخبط في المال وهو يضرب بالمال يمنة ويسرى ولا يدري أن الله أوجب عليه زكاة وأوجب عليه صلة رحم، وقال له النبي إن في المال حقا سوى الزكاة، يوجد مال في، يوجد حق في المال غير الزكاة التي فرض الله، يوجد حق آخر الصدقات. فهذا أوتي المال ولم يؤت العلم. والرابع، رجل لم يؤته الله مالا ولا علما، خالي الوفاض، لا المال ولا العلم. هذا الرابع ماذا يقول؟ يقول لو أنني مثل فلان، مثل الثالث اللي ما عنده لا مال لا علم، لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه ولا فعلت فيه. قال عليه الصلاة والسلام فهما، أي الثالث والرابع، في الوزر سواء، في الوزر سواء، الأولان في الأجر سواء والثالث والرابع في الوزر سواء. إذن الأول آتاه الله مالا وعلما ينفقه في حقه، الثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا ويتمنى لو كان عنده المال فينفقه كما ينفقه الأول، هذان في الأجر سواء. الثالث أوتي مالا ولم يؤت علما وهو يتخبط في ماله.
الرابع لم يؤت شيء، لا مالا ولا علما، ويتمنى أن يكون كالثالث الذي أوتي المال ولم يؤت العلم، وهو يتخبط في ماله لا يدري صلة رحم ولا زكاة مفروضة ولا يدري ما أوجب الله عليه. هذان الأخيران في الوزر سواء. أيها الرجل يا صاحب المال، زماننا كثر فيه المال، وكثرة المال هو مؤشر يوقظنا من سباتنا وينبهنا من غفلتنا. فالمال نعم المال الصالح للرجل الصالح، والمال كما يقال عصب الحياة لا بد منه، وأمر الله باكتسابه، وعدم مد اليد للاستجداء والسؤال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمر الله بالسعي في الأرض وأن لا تسأل الناس أعطوك أو منعوك، فكن عزيزا شريفا واحفظ جنابك من الناس، فإن المال يضعف الإنسان، والمال يكسر عز الوجه وعز النفس. فأمر الله بالتماس المال من حله، لكن يجب أن ينفق فيما أوجب الله، فإن كنز المال توعد الله أصحابه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. من علامات المجتمع الناجح أن تكون فيه الزكاة مؤداة كما أمر الله، وأداة الزكاة في المجتمعات تدخل السرور على الفقراء والمساكين، وتحدث إغناء لأولئك المحتاجين. فالزكاة غنى وإغناء للمجتمع، وإذا أديناها كما أمر الله ظهرت آثارها في المجتمع وظهرت بركاتها في المجتمع. وما منع قوم الزكاة إلا منوا واختبروا بالسنين والمجاعة والقحط. والزكاة تزكية للمال وتنمية له، وهي لا تنقص المال، لا تنقص المال على الإطلاق، فالمال يزيد بالزكاة. وإنما الخطاب هنا لمن يمتلك الأموال، يجب عليه أن يخرج زكاة ماله، فإنه بعد موته لا ينفعه شيء، سيحاسب على ترك الزكاة. والزكاة ليست لهوا ولا لعبا، الزكاة حق الله، وحق الله للمسكين والفقير، وحق الله لأولئك الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية، كل صنف ليس هو الصنف الآخر، فالعلماء أجمعوا على أنهم ثمانية وليس سبعة، ثمانية بالعد والحساب. فالخطاب لصاحب المال كما أغناك الله فتصدق، إن الله يحب المتصدقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم
وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، فالإشارة إلى المال وأنه حلو، وأن الدنيا نضرة، وأن الناس اليوم يلاحظ أن الله وسع على العباد في الأرزاق، فزماننا ليس كالزمن الذي كنا فيه صغارا، هذا زمن آخر، من حيث إن الله وسع على العباد في أموالهم وأرزاقهم. والتماس المال يخضع أيضا لأقسام. رجل يجمع المال ويؤدي حقوق الله ولا يضيع واجبا، يحافظ على صلاته، يحافظ على أحكامه، لا يضيع فرضا ولا يتساهل في واجب، فهذا خير قسم يلتمس المال. القسم الثاني، رجل يلتمس المال من حله ولكنه يضيع الأوقات، يضيع الفروض، يضيع أهله وأولاده، لا يرونه، يأتي متأخرا يجدهم نائمين، يستيقظ مبكرا يتركهم نائمين. كما قال أحدهم في بعض البلاد الغربية، قال من سنوات ما أرى أولادي لا في ليل ولا في صباح. قلت له اشتغل نصف يوم وبدل أن تربح 10 اربح 5، والخمسة الباقية ربح لك، أنت لم تخسر، أنت تساهلت في 5 من الأموال، ولكنك ربحت تربية أبنائك ولقاء أهلك والحضور معهم والأنس بهم في بيتك. قسم يجمع المال ويضيع الفروض، فهذا أيضا مذموم. لا يجوز للإنسان أن يلتمس المال ولو كان المال من الحل أو من الحلال، لأنه ضيع الواجبات. القسم الثالث، ضيع الفروض والتمس المال من حله ومن غير حله، لا يهمه. يقول هذا القائل الثالث، هات المال، لا يهمك، من حله من غير حله، هات المال. لا يبحث عن حلال ولا عن حرام، لا يبحث عن ربا في هذا المال، لا يبحث عن نجش ولا جهالة ولا غرر ولا أكل مال بغير حق. وقد قال ربنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهو يأكل المال بالباطل. هذا القسم الثالث هو شرهم، وهو الذي يسمى الشح. فالشح في تعريف العلماء هو من يلتمس المال من حله ومن غير حله ولا يهمه، هات المال لا يهم. قال له الرجل، هذا فيه ربا؟ قال، الضرورة دعت إلى ذلك. اليوم زمان غير الزمان الماضي، شوف التعليلات، لأجل الوقوع في الربا يعلل بأن الزمان مختلف. الزمان اختلف، الربا هو الربا يا متكلم، الربا هو الربا، الربا محرم إلى يوم القيامة، مهما زخرف ومهما غلف ومهما أعطيت له أسماء جديدة وسمي اقتصادا وسمي فائدة وهو لا فائدة فيه، إنما يسمونه فائدة، لكن الربا حرمه الله. والقرآن العظيم صريح في تحريم الربا، وجاءت السنة فبينت ما هو الربا، وبينت الأصناف التي يدخل فيها الربا، والمعاملات الربوية كلها مشروحة عند الفقهاء في كتب الفقه. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، واحفظه في ولي عهده، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير، واجعل بلدنا هذا بلدنا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.